صاحب القول الفصل في أزمة الكورونا في السويد، والرجل الذي لا تتخذ الحكومة أي إجراء دون العودة إليه. يدير أزمة الكورونا في السويد العالم الذي قسم السويد إلى قسمين أندريس تيغنيل. يدير حالياً وكالة الصحة العامة. ولد تيغنيل في 17 من أبريل عام 1956 في أوبسالا، لكنه تلقى تعليمه في لينشوبينغ حيث كان والده يعمل هناك كمستشار المحاصيل في المجلس الزراعي للمقاطعة. أصبح طبيباً متخصصاً في الأمراض المعدية عام 1985. عمل لاحقاً لدى منظمة الصحة العالمية في لاوس لإنشاء برامج التطعيم. حصل تيغنيل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة لينشوبينغ عام 2003 وماجستير في عام 2004. عمل رئيس قسم بالمعهد السويدي للسيطرة على الأمراض المعدية بين عامي 2004 و2005. تم انتخابه عضواً في الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الحرب في عام 2005، وكانت محاضراته الافتتاحية حول تأثير الأوبئة على المجتمع. مؤخراً ارتبط اسمه بكل القرارات الجدلية التي اتخذتها السويد لمواجهة فيروس كورونا، ولمدة 20 عاماً كان يتحضر لهذه اللحظة بطريقة أثارت الكثير من الانتقادات والتساؤلات، لكنه هو نفسه يعتقد بأنه في مكانه الصحيح. يقول تيغنيل: لا داعي للقلق، فالسويد تسير في الطريق الصحيح وتدير الأزمة بشكل جيد. يأمل تيغنيل بأن يصبح الناس محصنين من الفيروس بصورة طبيعية، وهذا ما يعرف باسم مناعة القطيع، لكن تيغنيل رفض استخدام هذا المصطلح. رفض إغلاق البلاد وإجراء الحظر الصحي على المدن، كما رفض إغلاق المدارس الابتدائية والتمهيدية، وقال: يجب على البلاد أن تستمر بطريقة طبيعية مع تطبيق تعليمات هيئة الصحة العامة. طالب بتطبيق إجراءات أقل صرامة من جميع دول العالم. توقفت السويد عن إجراء الاختبارات ضد فيروس كورونا بناء على طلبه، واقتصرت الاختبارات على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاع الصحي. تعرض تيغنيل لهجوم شرس من العديد من الباحثين في دول العالم، حتى أن البعض وصف السويد بالبلد الذي تخلى عن محاربة فيروس كورونا. دافع عن عدم إجراء حظر للتجول في البلاد قائلاً أنه لا يجب على الدولة فرض إجراءات يقوم بها الناس بأنفسهم. فهل تنجح سياسة تيغنيل في مواجهة فيروس كورونا في السويد؟